رأيك في المشهد السياسي في تونس؟ رأيي في المشهد السياسي ماذا بيا النهضة أو المعارضة، أي بشر خاصة في السياسة تويك يضربوا في الفلوس والشباب راقد ما يدروش عليه ولا وجع الكراسي. متوتر شوي بصراحة، متوتر ياسر مش حتى شوي. هيك تشوف أنت الوضع، هيك تشوف ناس تموت وناس تتقطع وناس تعمل والعباد جالسة تتفرج كهو. احنا مرينا حتى برامج، البرامج اللي خذتوها مرينا منهم حتى تنفيذ، حتى حزب ما قام معنا بنفذ البرنامج اللي قالنا عليه، مرينا حتى شيء. احنا اللي حاجتنا به هو وضع البلاد كونه يتحسن، توا يدعيوا بالشرعيه وما الشرعيه، ولكن البلاد ماشيه في هاويه، الارهاب كثر والبلاد ولات ماهيش راكحه والناس ولات تمشي في الشارع خايفه. عندك ثقه في المشهد السياسي وفي السياسيين الموجودين في تونس والا الثقه هذه انعدمت؟ والله العظيم مش ثقه، انعدمت، كل شيء انعدم، كل شيء انعدم. البلاد هذه ماشيه في هاويه. فما ثقه، لو كان جات ثم ثقه راهو صارت انتخابات وراهو صار كل شيء. والله يا اختي انعدمت الحق نتاع ربي. مع الوضع اللي صاير تو انعدمت. والله بالنسبه للثقه نتاع المره اللي فاتت اللي وقت انتخبنا 23 اكتوبر بصراحه ما كناش نستخيلوا هكا الحكومه مش تولي هكا ننتخبوا كما انتخبنا الناس كل انتخبت النهضه، معناتها كثير التوانسه انتخبوا النهضه. وبصراحه النهضه تو ما عادش عاطين فيها معناتها برشا افاق كبيره. ما عنديش ثقه في اللجوء السياسي بصفه عامه. الثقه هذه يعني انعدمت جمله، فهمت ولا؟ خاطر قبل يعني انتخبت وكانت عندي ثقه في يعني حزب النهضه باش يصلحوا البلاد، لكن اللي حصل العكس معناتها. ما عنديش ثقه، ما عنديش حاجه اللي يعطونا بها بالصحيح. تحس اللي ثم برشا كذب سياسي يلف المشهد السياسي في تونس؟ بيان سور فما برشا، ما فماش معناتها ثم امال يكون ديما يمنيه ويقول لك راهو ثم ومش نعملوا ومش نعملوا، ما رينا شيء. ما برشا كذب سياسي، العباد الكل راهي تلعب على الكراسي في تونس. ماش عندي ثقة في حتى سياسي. الواضح انه ثم برشا كذب سياسي. اكثر من كذب. كذب سياسي، انا مش نعمله، انا مش نفعله، انا كذا، على حسب تشوف الوضع حاليا في البلاد، يعني البلاد كما نقولوا يعني سامحني في الكلمة داخلة في حيط. هذا اللي كنا قبل خيمة انت. اليوم غدوة مش قد لك كيس الفلاني. يضرب لك 10 سنين وشوف يتقدش وما يتقدش، هذه أقل حاجة. أنا مش خدموك عندهم 3 سنين توا مش خدموك. الناس قاعدة تدخل في شهريات، شكون ماذا بيا الناس الكل تقعد غاديك عود عام يقعدوا 3 و4 سنين. وكاو. فمعنا يخدموا لصالح المصالح الخاسرة، مرينا احنا حتى مصلحة عامة قاعدة ناس خمم فيها، الناس الكل تخمم في المصالح الخاصة وكاو. وين الشفافية اللي يقولوا عليها؟ كل مرة نسمعوا كلام وقريبا نكملوا ومشي نعملوا الانتخابات في الوقت الفلاني، من بعدين يوخروا بيك، مانيش عارف أنا المصداقية نتاعهم اللي يقولوا عليها.